جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع محمد داود أحمد سوداني بعث يسأل ويقول: عندما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما هي الحسنة التي في الدنيا جزاكم الله خيرا؟ تعم كل خيرات الدنيا، الله. وأعظم ذلك الأعمال الصالحة. أن يوفقك الله للأعمال الصالحة، فإن ذلك من الحسنة العظيمة، وكان يدخل في هذا الرزق الحلال، يا الله. ويدخل في هذا الأولاد الصالحون، يدخل في هذا كل خير من خير الدنيا. وحسنة الآخرة هي الجنة وما فيها من النعيم والفوز ورضا الله سبحانه وتعالى. نعم.